وللحديث أكثر عن مخططات التغيير الديموغرافي في العراق، لا سيما في محافظة نينوى، ينضم إلينا السيد حسين السبعاوي، الكاتب والباحث السياسي، عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. مرحبا بك معنا أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. بعد اتفاق تقاسم الأوقاف وبحث ديوان الوقف الشيعي عن المراقد في المدن المنكوبة، كشف عن مشروع جديد لديوان الوقف الشيعي وبحماية من ميليشيات الحشد، ما يسمى طريق السبايا. لو تعرفنا بداية على هذا المشروع، ومن أين يبدأ وإلى أين يمكن أن ينتهي؟ يعني حقيقة نحن لا يمكن أن نستورد المشاكل التاريخية لشعبنا المتعدد المكونات والطوائف والقوميات. هذا استيراد لمشكلة جديدة. اليوم يتكلمون عن طريق السبايا، سواء صحت هذه الروايات أم أخطأت. لا يمكن أن نستورد من قبل أكثر من 1400 عام أنه مجموعة من النساء من عائلة الحسين رضي الله عنه قد مرت من هنا، ومن ثم نقتطع الأراضي ونبني عليها الحسينيات والمقامات وإلى آخره. بهذا نعطي مبرر للآخرين الذين سيقولون سوف أيضا نبدأ بطريق الفتح الذي خرج من مكة إلى العراق وحرر العراق أيضا إلى مدينة المدائن، وأيضا يضعون عليها مساجد ثم تستمر إلى إيران. هذه المشاريع هي مشاريع تدميرية، وخاصة لبلد متعدد مثل العراق. أنا أعتقد المستفيد الأول هي إيران من هذه المشاريع، أن أما العراقيين فما هم إلا أدوات مثل هذه المشاريع التفتيتية التي تخدم إيران أكثر مما تخدم المجتمع العراقي. وأعتقد هناك عدة أبعاد لمثل هذه المشاريع، إضافة للأبعاد الطائفية هناك أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية تخدم إيران وحلفائها على حساب المواطن العراقي. هذا ما نريد أن نتعرف عليه. بالتالي ما الأهداف من هذا المشروع بخطه المرسوم من العراق إلى الشام؟ أنا أعتقد هو الخط الذي تريد إيران أن تصل إلى البحر المتوسط، إلى سوريا حليفها بشار الأسد، ومن ثم إلى لبنان وإلى الحدود مع تركيا، لأن الطريق نفسه هو الخط العثماني التجاري بين العراق والدولة العثمانية سابقا. هذا المشروع هو لا يخدم الشعب العراقي أعتقد جازما، ولكن يخدم إيران ويخدم حلفائها في السيطرة على الأراضي. البعد السياسي أعتقد هو تجاوز على مدينة نينوى ذات الأغلبية السنية، وللأسف بعض الأقليات التي تريد التحالف مع هذه الطائفة الإجرامية على حساب الأغلبية السنية في محافظة نينوى، علما أن محافظة نينوى هي ثاني أكبر مدينة في العراق، دمرت من الداخل، ومن ثم الآن بدأ يعني تقليم الأطراف نينوى على حساب الأقليات والمشروع الطائفي الذي تقوده إيران في العراق. كل هذا لا يمكن أن يكون في ظل حكومة وطنية، لكن للأسف غياب المشروع الوطني للعراق جعل من أهل السنة الضحية الأولى لهذه المشاريع. واليوم أهل السنة لا يعرفون هل لديهم دولة تحميهم أم هي الدولة تابعة لهذه الميليشيات التي سامتهم سوء العذاب وتقتلهم كل يوم. اليوم أهل السنة يواجهون مشروع خطير، مع كل الأسف أنه ما زال هناك نظام دولي يدعم هذه المشاريع. هذه المشاريع ما كانت لتكون لولا هناك غلطرف دولي عليها. لها قبل ذلك يعني الأول والشعب العراقي. نعم. كيف ترى دور الحكومة في تمرير هذه المخططات، لا سيما أن الميليشيات، ميليشيات الحشد على وجه التحديد، هي من تحمي مسار المشروع؟ يعني عندما تكون ميليشيات الحشد وأضرعها السياسية هي من تأتي بالحكومة إلى العراق، فبالتالي الحكومة ستكون إما منصاعة أو راضية أو هي جزء من هذا المشروع، بدليل أنه المشروع الذي سبق هذا المشروع وتقاسم الأوقاف كان مع السيد رئيس الوزراء نفسه. كيف لأوقاف أن يسيطر أن تقسم بين الوقف الشيعي والوقف السني؟ هذه أشبه بمن يأتي يسرق الدار ومن ثم يتقاسم الأموال هو وصاحب الدار، السارق وصاحب الدار. يعني هذا الأمر غريب جدا، لا يمكن لدولة أن تمارس مثل هذه الممارسات الطائفية ضد مكون عريق. أهل السنة اليوم حقيقة في ورطة من أمر تخلت عنهم الحكومة، وتخلى عنهم محيطهم الإقليمي والعربي والإسلامي، إضافة لتواطؤ المجتمع الدولي مع هذه المشاريع الطائفية. طيب، هناك مجموعة تغييرات ستكون بناء على ذلك. يعني العتبة الحسينية تعهدت بإقامة مزارات وحسينيات في محطات محددة على الطريق الذي يخطط له. كيف يمكن أن يؤثر هذا المخطط على شكل وتركيبة المحافظة مستقبلا؟
يعني بداية أنا أقول على هذه المرجعات أن تقتدي بالحسين سلوكا. الحسين رضي الله عنه لم يكن يوما من الأيام يمارس مثل هذه الممارسات، الاستيلاء على المال العام، الاستيلاء على أموال الخاصة للمواطنين. هذه مشاريع أخطر ما فيها أنها تغلف بغلاف ديني. اليوم القتل باسم الحسين، الفساد باسم الحسين، المشاكل السياسية باسم الحسين، المشاكل الاقتصادية ونهب المال العام باسم الحسين. أين الحسين من هذا ما يجري من نهب المال العام وتدمير المجتمع العراقي؟ هل هذا هو سلوك الحسين؟ الحسين بريء من هذه التصرفات. فأخطر ما فيها هو الغطاء الديني لمثل هذه المشاريع الجهنمية، فأبعادها خطرة جدا لأنها تأخذ بعدا دينيا طائفيا. السيد حسين السبعاوي، كاتب وباحث سياسي، عبر الخط الهاتفي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.